تم اعتماد المخطط بتاع اكواء الجمله، بحيث ان احنا ان شاء الله في المرحله الجايه هنجد طفره كبيره جدا، بحيث مصر محتاجه من 15 ل 16 سوق جمله حتى نحافظ على الخضروات والفاكهه واللحوم والدواجن والاسماك وتحافظ عليها بدرجه جيده، ثم يتم توزيعها وبيعها جمله في هذه الاماكن. سياده الوزير، دائما الناس تسال على المواليد الجدد، اخبارهم ايه وظيفتهم امتى، وده سؤال اكيد حضرتك في اي حوار اي لقاء في مجلس النواب في اي مكان الناس بتسال حضرتك. زي ما قلت واقول وانا سعيد ان انا اقول ده، طبعا يعني كان في توقع ان احنا نقدر نضيف المواليد اللي هم لم يضافوا من 2005 حتى هذه اللحظه، وبالتالي كان تم تسجيل هذه المواليد، ولكن بأمانة والناس كلها فاهمة دخلنا في أزمة كورونا، ويمكن وزير المالية كان لسه بيتكلم من مدة شوية حوالي 14 مليار جنيه تم حقهم بوزارة الصحة لصالح الكورونا، بالإضافة إلى قلة السياحة وقلة كذا، فحصل إن احنا بقى عندنا فعلا يجب ان نعيد دراسه المصروف بتاعنا ماشي ازاي، وبالتالي اجلنا هذا الموضوع، ومع ذلك لازلنا نعطي الفئات الاكثر احتياجا سواء بطاقه جديده او اضافه المواليد لحد مولدين للفئات الاكثر احتياجا ومستمرين فيها، انما اللي قادر دلوقتي يستحمل معانا سنتين لغايه ما الوضع الاقتصادي نتكلم على امتى؟ السنة الجاية اللي بعدها امتى؟ انا اعتقد ممكن السنة الجاية، يعني ليست الموازنة دي 1/7/21، انما اعتقد 21/22 ممكن 22/23 بالضبط ممكن ده، بس يعني النقطة كلها ان احنا بنحسن اوضاع الناس بطرق مختلفة، يعني انا مش عايز اتدخل في مشروع حياة كريمة، حياة كريمة اللي هو هيقلب وجه مصر، ده موضوع تاني بسبب ليس فقط بيبني البنية الاساسية في هذه القرى، ولكن بيوجد اماكن للعمل وبيوجد فرص وبيوجد مشروعات صغيرة ومتناهيات الصغر، فدول احنا مش ناسينهم بنقول لهم لا بالعكس دول يمثلوا المشروع بتاع حياة كريمة، ده بيغطي حوالي يا 48 يا 47% من سكان جمهورية مصر العربية. نعم. فطبعا ده موضوع يعني ده ممكن نقفله وقفة تانية خالص خالص خالص، احنا شوف بقينا يمكن ساعة بنتكلم في بند واحد وهو وزارة التموين. صحيح. فقط خلال من 2014 للنهارده، فهنيئا لنا جميعا، وبجد كل واحد وهو دلوقتي بيسمعني وموجود في حتته يخرج كده يتحرك يلاقي الدنيا هنا اتغيرت، يخرج هنا يتحرك يلاقي الدنيا متفق عليها كذا، يطلع هنا يلاقي جامعات جديده، يطلع هنا يلاقي طرق جديده، يطلع هنا يلاقي مدينه جديده، يجي هنا يلاقي صومعه جديده، يجي هنا يلاقي منطقه لوجستيه جديده، يجي هنا يلاقي مستشفى جديده، نفسي تنقله بس المستشفيات وما تم في التامين الصحي وما تم فين ما كنت في بورسعيد واتفرج على مستوى المستشفيات اللي داخله في التامين الصحي سواء في بورسعيد او الاسماعيليه او السويس او الاقصر او المناطق اللي تم الدخل فيها. كميه حركه وكميه تغيير حقيقي. نعم. بتحدث على ارض مصر، بحيث نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونتمنى. طيب سياده الوزير، قبل ما اشكر حضرتك ودائما اشكر حضرتك، متوقع سيادتك كام واحد ممكن نضيفهم في موازنة ان شاء الله من المواليد اللي هم متاخرين، متوقعين قد ايه الفئات اللي هي يجب انها تبقى موجوده؟ احنا بنتكلم ما بين مليون لثلاثة مليون. مليون لثلاثة. ان شاء يعني الله يعتمد بقى نشتغل قد ايه، بس خد بالك لازم اقول الحق، يعني احنا ضفنا 600,000 بطاقه، 600,000 بطاقه في اربع افراد مستفيدين، يعني 2.4 مليون ضفناهم اوريدي، كانوا مستحقين. مش بقول ضفناهم كده يعني لا، حقهم ان احنا نضيفهم. فان شاء الله نقدر فيما بعد مليون الى 3 مليون يبقى خير كبير. سيد الوزير، اولا بشكرك شكرا جزيلا. لا انا اللي بشكرك بجد، وسعدت بحضرتك النهارده كالعاده. ميرسي جدا، بس انت دايما عظيم جدا في تفتيح المواضيع الجيده، فانا اللي بشكرك
على فتح هذه المواضيع المتميزة.